خلينا نبدأ أولى فقراتنا النهاردة وفقرة حائط صد. على طول أنا هقول إمام عاشور، لأنه من الواضح إن إمام عامل قلق لناس كتيرة جدا، وفي ناس مش بتنام بسبب إمام عاشور. ليل ونهار كلام عن إمام عاشور، كأنه عفريت العلبة مثلا ليهم. ناس غريبة الحقيقة بصراحة. يعني أنا بالنسبة لي عندما أنظر، أنا شخصيا كمشجع للنادي الأهلي، أنا بتعامل إن إمام عاشور لاعب في النادي الأهلي، أصبح لاعبا في النادي الأهلي زيه زي بقية اللاعبين اللي موجودين في النادي الأهلي. أنا عارف إن لكل جمهور النادي الأهلي بيتعامل بهذا بيتعامل بهذا الشكل، لأنه في النهاية كل لعيبة النادي الأهلي نجوم، كل لعيبة النادي الأهلي لهم حب ومعزة كبيرة جدا في قلوب كل الأهلاوية. ولكن إمام، هناك بعض من لا يشجع النادي الأهلي اللي داخلين في قصة كبيرة مع إمام خلال الفترة اللي فاتت. للأسف مثلا منهم لاعب سابق وتاريخه الحقيقة مش كبير، تاريخه متواضع، يعني مش حاجة، يعني كل ما يتنسي يطلع يعمل فيديو يقول فيه أي كلام كالعادة. كل يوم أنا هطلع أقول خلي بال حضراتكم، أنا اتفقت مع جمهور النادي الأهلي إنه فقرة حائط صد دي هتكون فقرة دائما من خلال زملائنا في الإعداد يجيبونا يقولوا لنا فلان الفلاني بيتكلم عن النادي الأهلي أو عن لاعب في النادي الأهلي أو عن مشكلة في النادي الأهلي. وقد تكون لو المشكلة صحيحة بنسكت، ممكن يكون في مشاكل وما بنتكلمش عنها من خلال حاجات كتيرة، ولكن لما تبقى مشكلة الناس بتتكلم فيها وهي بعض من لا يشجع النادي الأهلي بيتكلم فيها وهي مشاكل كاذبة لا تحدث، كلام كله إثارة فتن وإثارة جدل ومحاولات للاشتباك مع جمهور الأهلي. أنا معرفش هو ليه دايما بيعمل كده، علشان لما بيعمل الحركات دي، وجهة نظري يعني، لما هو بيعمل الحركات دي تاني يوم تلاقي بعض البرامج اللي بتسعى لنفس النوع من المحتوى، خلي بالك بتسعى لنفس النوع من المحتوى اللي هو محتوى الفتنة والتعصب والكلام ده كله بتستضيفه. طيب هل ده معناه ان هناك بعض البرامج اللي بتثير الفتنة والتعصب؟ يا فندم، فيه واضحة ومعروفة، لانه واضحة ومعروفة، ومعروف مين ومعروف ضد مين، ضد معظمهم ضد النادي الاهلي، ان لم يكن كلهم ضد النادي الاهلي. ولكن الناس دي طلعة تتكلم فقط على حاجات غلط في النادي الاهلي. وبالمناسبه زي ما قلت، كل نادي في العالم فيه مشاكل، ومشاكل قد ممكن تكون كتير كمان، ولكن كيفيه حل هذه المشاكل؟ انا بقفل على نفسي النادي الاهلي وبيحل مشاكله. وخلي بالكم للاسف يعني العيب مش على اللي طالع يتكلم ده، هو العيب ان هو كل يوم يطلع يتكلم عن امام عاشور وعن النادي الاهلي وما بيقولش ولا كلمه صح، حتى اسلوبه في الكلام لا يشجع اي برنامج على استضافته. العيب هنا على اللي بيدي كمان المساحه لمثل هذه النماذج اللي بتسمم عقول الشباب وبتعمل فتنه في وقت احنا بنتكلم فيه كل يوم عن الروح الرياضيه وازاي نصحح من وضع الكره المصريه، وبنتناقش في شكل المسابقات، وبنستضيف شخصيات لها قيمتها في الوسط الرياضي. ودايما لما اجي اتكلم انا ما بحبش اتكلم عن النماذج السيئه، لانه ده عاوز أقول كلام في العام. قصة الترندات والعمل الإعلامي اللي عايز يعملها، يعني ممكن تعمل ترند في برنامجك، ترند إيجابي ممكن، عايز تعمل ترند حقك برضو، لكن الترند الرخيص ليس له أي قيمة عملية أو إعلامية. أنا هنا بتكلم بشكل عام، بتكلم عن إيه الفارق ما بين الترند الرخيص والترند الإيجابي. ما أنت ممكن تعمل ترند إيجابي تتكلم عن تفكير محمد صلاح مثلا يعني، أو أي حاجة إيجابية. أنا اللي جات في دماغي دلوقتي كل الكلام ده، ولكن الترند السلبي دايما ممكن يطلعك كل ساعة أو ساعتين ترند، ولكن مفيش قيمة حقيقية بيتم تقديمها باستضافة هذه الشخصيات. لكن ليه ما يكونش مستوى المنافسة في اتجاه إيجابي؟ زي ما بقول، اصنع الترند ولكن بشكل محترم، في ضيوف ليها قيمتها، وفي مواضيع وقضايا لها قيمتها يستفيد منها النادي بتاعك وكل الأندية، كرة القدم المصرية تستفيد منها، تدي الشباب فرصة يسمعوا معلومات ذات قيمة. أنا جبت لحضراتكم فيديو امبارح بتاع كابتن سيد عبد الحفيظ، وأنا جبته ليه الفيديو ده؟
يعني هل انا بتنطط مثلا؟ لا، لانه هذا الفيديو هو فيه رساله ايجابيه للشباب، انه كابتن سيد عبد الحفيظ مشي من النادي الاهلي من اسبوعين ثلاثه او من شهر شهر ونص، وفي نفس الوقت رايح يتفرج على ابنه بيتم استقباله بالشكل اللي حضراتكم شفتوه. فده شكل ايجابي للشباب اللي موجود. بيحصل جوه النادي الاهلي ليه دايما بنبرز اللي بيحصل داخل النادي الاهلي؟ عشان نقدر نتكلم عنه ونقول للشباب يا شباب اتعلموا وشوفوا ايه اللي بيحصل داخل النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب اهو، ده الفيديو بتاع امبارح. القيمه التعليميه للشباب وقيمه النادي الاهلي وقيمه سيد كابتن سيد عبد الحفيظ ان هو ووجوده في النادي الاهلي. فاتمنى ان مثل هذه الامور يكون لها صدى عند الشباب، مش يكون اللي ليه صدى واحد طالع يقول لك اصل امام عاشور ده مش عارف ايه والبتاع بالطريقه دي، والله بل مش عارف الحاجات كده بيتكلم كده. لانه وبرضه في بعض البرامج، انا هنا ماليش دعوه باي حد، انا بتكلم على نفسي، ولكن انا هنا بتكلم برضه على البرامج، ان هناك بعض البرامج محتاجه تراجع سياساتها وتختار ضيوفها، لانها مهمه جدا جدا جدا. زي ما قلت لحضرتك، انت ممكن تعمل موضوع مهم جدا وتعمل عليه الترند اللي انت عايزه، الترند الايجابي. الحمد لله حلقه يوم الاثنين هنا مثلا في البيت الكبير كنا بنتكلم على شكل الدوري، شكل الدوري الحمد لله مصر كلها كلمتني والله بعد الحلقه وتاني يوم، لغايه من شويه يعني، واسماء كبير ولها ثقلها. الاسبوع اللي قبله كنا بنتكلم عن قضيه البيت الكبير، كانت شكل التحكيم، على الرغم من احنا اكتر ناس بننتقد التحكيم، ولكن كنا عايزين نعمل، دخل معانا جميع الفئات اللي موجوده في التحكيم ساعتها، الكاف واللجنه السابقه واللجنه الحاليه والخبراء بخلاف ضيوفنا اللي كانوا موجودين. ايه الهدف من بنعمل ترند، ولكن ترند ايجابي. وبالفعل الحلقه بتاعت كلاتنبرج ومجموعه الضيوف اللي كانوا معاه ترند في ساعتها، وقعدت 3 4 ايام بعديها، وامبارح ولا اول امبارح الحلقه بتاعت الحاج محمود الشامي وكلام الحاج عامر حسين وبقيه ضيوفنا اللي موجودين في الاستوديو، عاملين شكل، عاملين حاجات لطيفه وحلوه علشان الناس تستفيد، جمهور النادي الاهلي يستفيد وكل الناس تستفيد. لكن انا ممكن اطلع اقول هات بقى فلان الفلاني ونقعد بقى نقول عليه كلام يعني، ولكن احنا لما بنرد حتى في طريقه ردنا بتبقى طريقه ردنا، لان احنا بنشتغل جوه النادي الاهلي وباسم النادي الاهلي، والتيشيرت اللي احنا لابسينه ده مش ده يعني تيشيرت النادي الاهلي، كلنا بنشتغل تحت اسم النادي الاهلي، هذا الشعار اللي احنا كلنا بنشتغل تحت اسمه.